تعال نشوف في التقرير الجاي ده عملوه زمايلنا في الاعداد ازاي مواطن ممكن يعيش ب 2000 جنيه. النهارده تذكره المترو بقت ب 10 جنيه. يا ترى الاسره المصريه البسيطه تقدر تستحمل الزياده دي ولا لا؟ تعالوا نشوف. لو أسرة مكونة من 5 أفراد والأب بياخد الحد الأدنى للأجور اللي هو 2000 جنيه، تعالوا نحسب هيكفوه هو وأسرته ولا لا. لو الأب بيروح شغله كل يوم بالخط الثالث، يعني هيدفع 20 جنيه رايح جاي، ده غير مواصلاته من البيت للمترو ومن المترو للشغل بتاعه، يعني في المتوسط هيصرف إجمالي 30 جنيه في اليوم. ولو في الأسرة شخصين كمان بيستخدموا مواصلات، يبقى بنتكلم في 90 جنيه في اليوم، يعني في الشهر حوالي 2160 جنيه مواصلات بس، يعني أكتر من الحد الأدنى للأجور، ده من غير أكل ولا شرب ولا إيجار ولا مدارس ولا علاج ولا لبس. والسؤال بقى، إزاي الناس الغلابة هتعيش في البلد دي؟ والشعب هيفضل مستحمل العذاب ده لحد إمتى؟ السيسي ده عذاب ومعاناة